اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع اسبوع قعدنا نتابع السوشيال ميديا وكل اللي بتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. بحب اوجه لحضراتكم الشكر على الكلمه الحلوه وطيبه الخاطر وجبران الخاطر. يا شيف تمام، تسلم ايدك، الله ينور، شيف مصر الاول. كل الكلام ده بيديني من الروح المعنويه اللي تخليني اذاكر واحضر واجتهد ان احنا في الاخر نعمل حاجه حلوه تعجب حضراتكم. النهارده معانا الفراخ، عايزين نعملها مقرمشه بالسمسم من ضمن الطلبات المطلوبه. يعني الفراخ بتفك مننا الخلطه، الفراخ بتشرب زيت، بيبقى فيه دم ما بين المفاصل بتاعه الفرخه وما بين اللحم بتاعها، ما بتبقاش زي بتاعه بره. كل الكلام ده وكل التفاصيل دي هنجاوب عليها عمل النهارده مع بعض مع جوز فراخ حلوين وزنهم قليل جدا، الوزن لا يتعدى 750 جرام. يفضل الفراخ الصغيره عشان نعملها مع بعض ازاي مقرمشه. ولكن النهارده كمان طبق مكرونه بالبقدونس والزيتون، في علاقه قرابه وتواصل ما بين المكرونه والريحان والزعتر والاوريجانو. انما البقدونس الجميل الحلو اللي هو مفيد طبعا، ازاي نعمله النهارده مع طبق مكرونه مع زيتون مخلي بطريقه الشيف المغازي هتعجب حضراتكم. المانجا بتاعتنا اللطيفه الحلوه اللي احنا يعني بنستمتع بيها والايام الجميله، قبل ما تودعنا بنتسال على السوشيال ميديا شيف مغازي يعني شبعنا من المانجا ناكلها، سواء ناكلها مع فروت سلطة او ان احنا ناكلها شرايح. النهارده هنعمل المانجا مع فطيره الكريب. دايما الكريب بالشوكولا او بالفراوله معروف، ولكن نعمل فطيره الكريب بالمانجا والمانجا اللطيفه الحلوه المسكره دي، ده كلام جديد قوي. هنشوفه مع بعض ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه، افكار بسيطه سهله لا تتعدى طبعا يعني مصاريف كتيره والكل في متناول الجميع الماتيريال بتاعنا. ولكن مش عايز اطول على حضراتكم، وعندنا طبق مكرونه سهل جدا، مكرونه بالبقدونس والزيتون، حاجه جديده يعني. بقدونس دايما معذور او هو بتحدد اقامته في التبوله بنشوفه كتير. البقدونس دايما في طبق التبوله او طبق الفتوش بتلاقوه اساسي، اما ان انا الاقيه في طبق المقادير على الشاشه، مكرونه بينا بقدونس وزيتون وبهاراتك ملح وفلفل، فص توم محترم كده زي الفل. ولكن اهم حاجه ان الزيتون ما يكونش فيه النوى بتاعه. شفت الفراخ دي لونها عامل ازاي؟ دي مختلفة طبعا شوية. نروع على الزيت كده. حفلة فراخ النهاردة، كمية فراخ تكفي الجيران والحبايب. ناخد المكرونة بتاعتنا نحطها في المية كده نستفيد من الوقت. أساسي شوية زيت، شوية ملح كويسين صغيرين. طالما حطيتي ملح في سلق المكرونة ارفعي ايدك من الملح بتاع الصوص بالشكل ده كده. نقلب المكرونه بتاعتنا. المكرونه هنا يا شيف مغازي هتستوي ثلاث ارباع سوا، تكمل السوا الثاني مع الصلصه بتاعتها اللي هي صلصه الزيتون مع البقدونس. هتعملها ازاي؟ لها تفاصيل. طبق المكرونه بتاعنا، طاسه على النار، عايز اعمل صلصه دلوقتي رهيبه جدا، خاليه من الريحان والزعتر والاوريجانو وصلصه البيستو، كل دي حاجات احنا عارفينها مع طبق المكرونه. انما مكرونه بالبقدونس ده اللي ما سمعناش عنه مع الزيتون. طاسه فيها زيتون كميه حلوه يعني مفيش مشكله. وعندنا البلانشه بتاعتنا، هنمسك البقدونس نفرمه ناعم كانك هتعملي تبوله. معانا البقدونس زي الفل، وتعالوا نفرم البقدونس ده مع بعض. وفرصة واحنا بنفرم البقدونس نجاوب على السؤال على السوشيال ميديا، التبولة معايا مش زي اللي باكلها بره، لأنك بتحط عليها بهارات كتيرة والبهارات بتاعت التبولة معروفة ومحسوبة قضيتها. هي بهار حلو اللي هي الكوبيبة الصيني، رشة ملح صغيرة، زيت زيتون، عصير ليمون، هي دي التبولة. اللي يحط غير كده ما بقتش تبولة، بقت سلطة بلدي. تاني، بهار حلو، ملح، عصير ليمون، زيت زيتون، شوية نعناع أخضر أو يابس. هناخد البقدونس الحلو ده كده، أشيل العروق دي ملهاش لازمة مش عايزها، وسكينتك تكون حامية أهو، وأفرم البقدونس الحلو ده كده بين إيديا، الأخضر الطازة ده كده أهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمة ناعمة.
عشان اخد السوائل بتاعته مع صلصه المكرونه بتاعتي. اهو اه ايدك كده تحتها شويه البقدونس، حصرهم ما بين اصابع ايدك، السكينه تملكها جيدا بايدك اهو وتسيطري عليها. اهو ولازم قبضه ايدك على السكينه بالشكل ده كده، ما ينفعش تحط صباعك على سلاح السكينه وانت شغاله، مع الوقت هيحصل لك مشكله. اه فرمت البقدونس بالشكل ده كده زي الفل. اه تمام، اخد النعناع، اخد التوم بتاعنا اهو وزيت الزيتون كده. طبق المكرونه بتاعي خلص، هنعمل فيها شيف واحنا مع بعض. اهو الزيت اخباره ايه؟ نرجع للمكرونه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. توم، بقدونس، طاسه شديده الحراره اه عشان طبق المكرونه ده يبقى جاهز. ناخد التومه كده اهو، شفت بقى طريقه التسويه اهو، الزيت شديد الحراره على النار، ننزل بالتوم اه اه تقليبه صغيره اه، ما استناش عليه لما يتحمر، انا مش بعمل طشه فته، مش بعمل طشه كوارع. خلونا ننزل البقدونس على التومه عشان نعمل طبق مكرونه بيتكلم مصري. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. نرجع لطبق المكرونه بتاعنا، اخباره ايه؟ بقدونس مع التومه، الزيتون الاسمر، زيتون اخضر زي الفل، بننزل كده زي الفل، تقليبه حلوه. نيجي لسلق المكرونه، ظبطنا التوابل بتاعتنا، توابلنا ملح وفلفل، مش عايزين نحط زعتر بقى، احنا عايزين طعم البقدونس هنا هو اللي يسيطر، هو البطل. خلي بالك الملح بتاعك زي الفل. نقلب دول كلهم مع بعض. شفت الخلطه دي؟ تاني زيتون اخضر اسمر بقدونس كميه، تومه، زيت زيتون. نشوف المكرونه اخبارها ايه. اللهم صل على النبي، اهي هو ده اللي انا عايزه. تاخدها زي ما هي كده اهي بشويه الميه اللي فيها، تنزل هنا في قلب الخلطه يا ويلي، ونشيل دي من هنا ونقلب. ألف هنا وشيف اللي ياكل منها. والله عايز اتجودي وتحط كريمه لباني اختياري. اه شويه كريمه لباني هيعلوها، ياخدوها في مكان تاني، انا عايزها بالطعم المصري. اه بقدونس، زيتون، وفي نفس الوقت هي هيلسي يعني، ما فيهاش مكرونه انتوا عارفين تصنيعها بيض، دي سامونيلا ودي السميت الناعم مخلوط بدقيق عادي، ومعلقتين زيت، دي عجينه الايه؟ المكرونه. حلو الكلام؟ ناخدها زي ما هي كده. طبعا المكرونه خلص كمان هنا، يلا يلا يلا، هو ده هو اهو 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 اهو، ناس ده بتتكلم مصري اهو بالطريقه المصريه، بقدونس، زيتون، مكرونه بينا اهي اهي اهي. الف هنا وشفا للي ياكل اهو. خلي بالك ترفع ايدك من الملح، لان الزيتون اكيد مالح شويه وتسلى المكرونه في ملح. بالف هنا وشفا، ده طبق مكرونه سريعا. طيب فراخ مقرمشة، شفنا عملناها مع بعض ازاي، الفكرة البسيطة السهلة درسناها وشفنا التركاية بتاعت المغازي، الماء المثلج المخلوط بالتوابل، معلقتين دي معلقتين نشا، هي دي الحكاية. المكرونة اللي أنا عملتها بالبقدونس والزيتون، وخلونا أعيش مع المانجا المصرية الحلوة اللي بتتكلم مصري وحلو من اختراعي وحقوق الطبع لدينا وبس. يعني رؤية، يعني فن، يعني إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.